شو بعد درج؟ ومن هون اذا زعلنا اذا انتو كاميرا خفيه يقطع عوض بالقطع يقطع عوض. ليش مقل بطليتك؟ ليش كل عشر سنين طلي؟ لانه كل عشر سنين طلي. كان انتو هلا بيجي وقت للناس اللي طل؟ نعم عم طل. ايه بتعتبروا الوقت مناسب ابو وديع؟ ايه بعت لك طلي. اللي بتعرف تطبخ تعرف، ما بتعرف مهلا بتعرف. بعدين صار لي عمر بعرفه تقريبا شيء 9 شهور. سبحان الله. قال لي المخرج بداينتي نشان عندك اتصال من جورج وصوف، وانا وعلى الهواء عم ايه جورج وصوف شو فيها بالمدرسه؟ قال بتخرمش شيء؟ بخرمش؟ شو انا مياو؟ ثانية؟ لا تنيت له. حبيبي صوتك الغالي، قالوا حبيبي صوتك الغالي دوالي تنرجع مثل ما كنا. بينك كتار يعني ضروري بده يكون هيك. الحمد لله. انت ليه زعلانه؟ انا مش زعلانه. تفضلي شوف يلا. شو بدك تغني لنا اليوم؟ تغني لكم لجورج وصوف. عن جد؟ عن جد؟ لك شو عم مزح؟ شو مزح معك انا؟ انا حبك وينك يا تفضل حبيبتي. بعد هذه الغيبة الطويلة عن الجمهور المغربي، بغينا انه هذه الليلة الدافئة مع الجمهور وجمهور موازين، بغينا نعرفوا أحاسيس جورج وصوف. الحقيقة لقد عدت. أنت بتكلميني حقيقة؟ يا بقى محفوظ يعني حقي محفوظ، نجيب محفوظ، إبراهيم محفوظ اسم الحاسي. عشر عامين تكال كال ما هنتش ضحك. طول إذا قتلك مشي على هذا تكون عم بمشي. لا أوكي إذا قتلك مشي بين الشجرتين هونيك بمشي. وزعتيني مشي على بيت بمشي. لا ما رح بمشي. ممكن يدخلوا المسيرة الفنية أو الخط الفني؟ طبعا لا بقطع رقبتهم. يا بعدك أشياء يا بدر يا بدر يا يلا يلا يا اخي. لا هناك من قال بان رايحه الرعب كم بعد من فقط النجوم السوداء. اوكي يعني لا اوقات بيطلب مني اغاني ولا بعرفها، والله ما بعرفها بكل. لك شو اغاني من 30 سنه كيف بدي اتذكرها؟ انت قد ايش صار لما شفتك؟ انا كل ما ادير وشي بقول مين هاي بس ارجع. سنه ترجع عن قريب على دبي. حبيبة قلبي انت. وانت اللي قلت لسه الدنيا بخير، وانت اللي قلت لسه الطير بيطير، دول مش حبايب في زمن العجايب، دول مش حبايب زمن العجايب وكلام الناس لا بيقدم ولا يأخر لك يا صوت.